العنف ضد المرأة عاملين حملة توزيع كمامات داخل كل كمامة رقم الخط الساخن أو الخط الآمن لأبعاد كرمال نأكد إنه نحن حد كل سيدة شو ما كانت جنسيتها شو ما كانت طائفتها من وين ما كانت نحن حدها وقادرين نكون حدها ونسمع لها وقد ما فينا نقدم لها الدعم اللازم.